تواظب ماجدة على عملها في هذه الورشة التابعة لبرنامج إرادة لتدريب ذوي الإعاقة. لم تستسلم لإعاقتها بعد اضطرارها لتركيب ركبتين صناعيتين قبل 7 سنوات. هنا تبدع في تنجيد الأثاث، إبداع يجعلها أكثر ثقة بنفسها ويمكنها من توفير مصدر رزق لها. طموحي أمام الأمانة إنه يكون عندنا إحنا كمعاقين أشخاص، يكون عندنا نفسي أنا إيه، تكون عندنا مملكة كبيرة، هذه مملكة الطيبين تقوي اللي هم الأشخاص المعاقين والمصابين من الحرب، اللي هو ننمي مهاراتنا بتنجيد الكلام، نعمل يعني الدول المانحة إن إحنا اللي هو مشروع كبير إحنا نعمل ونبدع فيه وننتج فيه وبعدين نشتغل ونلاقي حرفة ناكل منها عيش. ماجدة نموذج ناجح يتكرر لأشخاص يعانون من إعاقات متنوعة، لكنهم يواصلون صناعة الحياة بإرادتهم. كل شغلنا على الخشب، هذا فن الأركت. كما الحال مع آمال التي انضمت كمئات من أمثالها لبرنامج إرادة للتدريب، برنامج ساهم في تجاوزها لصعوبات متعددة. كتير بيحكوا انه يعني انه احنا صعب علينا نشتغل شغلات زي هيك، بالعكس احنا ممكن عندنا قدره وعندنا اراده اكثر من الشخص العادي. يعني انا بشتغل على الات، مثل عندك المشال الكهربائي والاركت نفسه والمناشير، يعني بكل شتى انواعها وثقيله، لكن الحمد لله انا اشتغلت عليها وكمان تمكنت منها. عندنا هذا برضه البرواز. مخرجات هذه الورشة تحظى باستحسان المشترين الذين عادة ما يتوافدون لهذا المعرض، حيث قطع الأثاث المميزة التي يساهم بيعها في توفير استدامة البرنامج في ظل انتظار آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة لدورهم للالتحاق بالبرنامج. أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الالتحاق بالتدريب الانحرافي كبير جدا. عندنا في إرادة فعليا في قائمة انتظار فرصة تدريب تفوق 3000 شخص مسجلين لدينا وبانتظار هذه الفرصة. خلال 4 سنوات السابقة احنا استطعنا ان احنا ندرب 700 شخص ونخرجهم في تخصصات مختلفة. في عنا 9 ورش حرفية تم تجهيزها وانشائها للأشخاص ذوي الإعاقة. برنامج إرادة بارقة أمل تفتح أمام من يوصفون بذوي الإعاقة. هنا يحترفون صناعة الأمل من حروف اليأس ويحفرون إشراقة المستقبل بإرادتهم وعقولهم وليس بأجسادهم وحواسهم فحسب. محمد الأصل، تلفزيون القدس، من مدينة غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.